أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في حكم لعب الكرة عموما لا سيما من أهل الدين والاستقامة إذا كان ذلك لا يؤدي إلى محذور، فأفتون مأجورين. إذا كان القصد من هذا تقوية الجسم، يعمل الرياضة والكرة من أجل تقوية جسمه ولا يكثر من هذا، وإنما بقدر ما يحصل له تقوية جسمه فقط، ولا يشغله ذلك عن أداء واجب ولا عن طلب معيشة، فهذا مباح، مباح بهذا القدر مع ستر العورة، ما يكون كاشفا لعورته، هذا يباح لا بأس به. أما إذا تجاوز هذه الضوابط، يعني كان مهنة وحرفة ويشغل وقته كله ولا يعرف إلا أنه لاعب كرة، هذا لا يجوز، لأنه أهدر وقته وأهدر شخصيته وأهدر منافعه ونزل عن صفة الرجال وصفة ذوي الشهامة والمروءة، وصار معروفا بأنه لاعب، يسمى لاعب. واللعب إذا كثر، الله ما ذكر اللعب إلا على وجه الذم، على وجه الذم في القرآن ما جاء اللعب إلا على وجه الذم، فيترك هذا الأمر ولا يكون محترف للعب الكرة، أو كل وقته ما له مهنة إلا لعب الكرة، هذا لا يجوز، هذا يذوب شخصية المسلم ويعطل عليه مصالحه وينزل قدره عند الناس. نعم.